السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاجات النو فروست أكتر حاجة بتبوظ الأكل تحت في الرف الأخير، هو إن إحنا نحط مفرش على الرف ده. التلاجة ديت يا جماعة بيكون في مراية هنا بتكون ظاهرة أو خلف البلاستيك زي ده. المراية دي هي اللي بتطلع التبريد أو التلج. طبعا التلج بيكون أو الهواء البارد بيكون تقيل اكتر من الهواء العادي، فبينزل التبريد لتحت لكل الرفوف تحت والادراج كمان، حتى في فتحات هنا علشان الادراج بتاعتها. لو حطينا مفارش الهواء البارد مش هينزل تحت، فبنلاقي الرف اللي فوق بيجمد الحاجه والرف اللي تحت التبريد بتاعه ضعيف والاكل بيبوظ مننا، وكمان الخضار والحاجه بتتاثر بقلة التبريد. فحاجة مهمة جدا التلاجة دي فروست، ما نحطش مفارش او حاجات كتير تسد التبريد. لازم التبريد ينزل لتحت يكون فيه فتحات مناسبة، ما نملاش جامد، ما نحطش مفارش، ما نحطش اكياس على الرف علشان التبريد ينزل لتحت والتلاجة او الكابينة تحت تبرد بالكامل. فدي حاجة مهمة جدا، وده سبب اللي بيخلي الحاجة تبوظ في الرف الأخير وما تبردش كويس. شكرا.